نتعلم مع بعضنا ازاي نصنع يد من الكرتون للعب بابجي. تفتح التليفون بتاعك وتلعب في اي بابجي وكده، ساعتين حط التليفون ممكن تشغل اي لعبة وتلعب بيها بابجي بقى، عربيات اي حاجة. نبص ازاي بقى نعملها. بدي الفنان عمل أربعة كده اللغة ايه الورق ده. تمام، اليد اللي هيحط عليها. الأستك اللي هو بتاع الفلوس العادي، ممكن أي حد ممكن يعملها في البيت عادي، فكرتها حلوة. ازيك يا بلال؟ لوكتايت ازاي الناحية التانية في الخشب؟ لازم كلهم بقى نظام أستيك وطار المختلط عشان خاطر ايه لما اجي افتحهم كده يكون سهلين معاه.
لو كان الذكاء الأربعة طلع لك كرتون اهو. الناحية التانية بتاعتها ده بجد الحياة فنان. ده حتى أول دراع كده أول جنب اتعمل ده بجد الحياة فنان. لو بجد الحياة فنان ما شاء الله عليه. ممكن بقت يد كده يخلص. أنا بجد الحفل فنان. حط التليفون تلعب بيها كمان أي لعبة كمان. إذا يكون معاك دراع حقيقي لعبة عربيات كمان موتوسيكلات. ده الحفلة كانت حلوة جدا. ممكن كمان تلعب بابجي. ده بجد فنان. وبعدين سهل جدا الحقيقة كنا حد ممكن يعمل في البيت وممكن يكون التليفون أكبر منه.
تمام. حتى التحكم بتاعه حلو جدا. بجد فكرتها حلو جدا، بس ممكن تكون تاخد تليفون أقوى كمان. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.